ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم عدس اصفر. اقول لكم المكونات. هنا نص كيلو عدس اصفر، بصلاية، ثوم، طماطم حسب بقى الكمية اللي عندك، جزر، شعرية دي هنحمرها في الاخر، وملح وكمون. رجعت لكم اهوت يا حبيبي. انا كده غسلت العدس، فضيه بقى في الحلة. طبعا انا بحب المصفه دي جدا، انها خرمه ضيقه جدا، فبحبها، بتسهل لي ان انا الحاجه تنضف معايا بسهوله. رز، اي حاجه بقى، انا عدس، اي حاجه رفيعه كده ما بتقعش منه. كده هنزل بقى مع بعض الجزر والطماطم والبصل والثوم زي ما هم صحاح كده، لان بعد ما يغلوا هنضربهم في الخلاط. واحط كمون كده وملح وهنزود ميه. المايه تغطيهم كده ونولع بقى عليهم البوتاجاز. رجعنا لكم يا حبايبي. اهوت انا كده قطعت بصلتين كبار، ده عشان خاطر ان انا لما اضرب العدس احط على حبه بصل كده في الحله، والباقي هيبقى هزين بين الطبق من على الوش، فانا ما رضيتش اقطعه قدامكم عشان انا عيطت كتير على فكره. فاحط معاكم الزيت كده دلوقتي. وهنا طبعا انتوا شايفين هو بيغلي العدس، كده هو طبعا ما باخدش وقت على فكره، كده استوى، هو ما باخدش وقت خالص في السوا بتاعه. كده العدس استوى. انا حطيت بقى هنا البصله تتحمر، وقبل لما البصله تتحمر كده برده هعمل جنبها الشعريه، احمرها جنبها. كده برضه احط زيت في الحلة، احط شعرية مش كتير طبعا، لاني انا هعمل حبة ببصل وهعمل حبة بشعرية. كده زي ما انتوا شايفينها قعدت تحمر. بص هي كده بقت لونها ذهبي اهي، اول ما توصل للون ده هطفي عليها عشان هي كده كده سخونيه الزيت هتغمقها اكتر. كده اهو يا حبايبي البصله خلاص احمرت، طفيت عليها. كده بقى هبتدي ان انا اشوف العدس، لو برد هضربه في الخلاط معاكم وهنشوف بقى نكمل بقى العدس ازاي. رجعت لكم بقى اهو يا حبايبي. انا سبته برد شويه بس هو طبعا لسه سخن، بس انا عشان ما اطولش عليك الفيديو، او انا مذنبه جنبي فرونيا، وفرونيا عمال تزن على ودني ان هي عاوزه تنزل عشان هي اللي بتصورني. فزي ما انتم شايفين كده عمال يطلع في البخار. انا كده هبتدي ان انا احطه في الخلاط. هنضربه مع بعض في الخلاط بقى كده. كده هحطه بقى على اول حاجه عملتها اللي هي البصل، واحط غيره طبعا. كده هو زي ما انتم شايفين مش محتاج لا يتصفى ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين قوامه كده مش محتاج تصفيه ولا اي حاجه. هسيب بقى للحله الثانيه. كده هنحط بقى اللي هو بالشعريه. هو كده هو يا حبايبي حطيت دوت الحله اللي فيها الشعريه. طبعا هسيبها كده تغلي شويه لحد ما الشعريه تستوي فيها. انا خففتها برده شويه لان الشعريه لسه هتقلها. اما بالنسبه للي هي بالبصل فدي قوامها كده حلو قوي، مش هخففها يعني. دي اللي هعمل لكم منها دلوقتي فتة العدس، فخليكم معايا كده. الشعريه لسه طبعا لسه شايفاه، لسه ما استواش، لسه قدامه شويه.
هنا بقى عشان اكسب وقت معاكم، حمصت عيش في الفرن وكسرته وحطيته عشان اعمل لكم فتة عدس، وهنا قطعت بصلة وهنحط عليها خل زي ما انتم شايفين كده، وحمصت عيش شامي ده برضو عشان اللي عاوز ياكل عيش ناشف، وده عيش طري هو زي ما انتم شايفين، لكن ده شامي كده زي ما انتم شايفين اهوت استوى، وادي القوام بتاعه ده اللي بالشعريه، وده العادي اللي احنا هنعمل منه فته اهو. هنغرف مع بعض دلوقتي الفته كده، على فكره دي كمان بتتعمل بالنخاع اللي هو بتاع الـ الـ البقر. ده بقى طبعا طريقه اللي انا بقول لكم عليها اللي هي بتاعه النخاع دي طبعا بتبقى فطاري او بيتعمل بسمنه برضو في الفطار، لكن احنا عشان صايمين. هنا بقى هغرف معانا كده كده هغرف بقى اللي هو بالشعرية اهوت. طبعا في ناس بتحبه بالشعرية وفي ناس بتحبه بالبصل، ممكن تخفوه عن كده تاني بس احنا بنحبه كده. هغرف الطبق التاني كده. طبعا انا كنت عاملة بصلة من الشفاه عشان خاطر ان انا ازين بيها زي ما انتم شايفين كده. رجعت لكم حبايبي اهوت، احنا كده خلصنا الاكل. الاكله دي بقى اعملوها في الشتاء تبقى جميله وتحفه وهتدفيكوا، وهي اساسا اكله شتويه. وادي العدس معانا اهوت، ادي اللي بالشعريه، وادي الفته، وادي اللي هي بالبصل، وطبعا عيش ناشف وعيش طري وعيش شامي اهوت، وبصل اخضر وبصل بالخل، وكان نفسنا تبقوا معانا بقى. جربوها، الوصفة سهلة وهتعجبكم. باي باي.